يراد لي صبغ والله من زمان ما صابغه. تشوفون بدأ الشيب يطلع. شنو الأخبار؟ شلونكم اليوم؟ مشتاقة أنا حبايبي. ها؟ نم نم. ما يحس أجيب ليش نم نم؟ شو ما أدري، هاي بس من تشوفني أصور تقول نم نم. أكو سر بالموضوع الصراحة، ما أعرف شنو. المهم هسه أجيب، خلي أروح أجيب لها نم نم. لحظات شوفوا، خلي أحكي لكم صار وياي لما رحت لمركز شي. تذكرون دا أسوي ليزر؟ بشرتي كانت كلش تعبانة بصراحة، جافة جافة يابسة تحسوها. بحيث الدكتورة أول ما شافت البشرة مالتي قالت لي شهد شنو، مدى شربين مي؟ قلت لها لا دكتورة الصراحة مدى أشرب مي، لأنه فترة زراعة حاجبي حيل عفت بشرتي واهتميت أكثر شيء بالحاجب حتى ما قمت أرطبها. إنزين، فبعدين كانت تقول لي شهد رجعي شربي مي، اهتمي ببشرتك رطبيها زايد. شو اكتشفت؟ شوفوا بالفترة اللي سويت بها حاجبي عفت لبان الذكر. موتي. سبحان الله. موتي هذا. عندك واحد. هذا موتي. لا عندك واحد. هذا موتي. أوكي. فهسه أنا ما حاطة ولا قطرة مكياج، خلي أراويكم. موتي. موتي. أتني بساطك. تمام، بالفترة قلت لكم اللي عفت بها لبان الذكر سبحان الله بشرتي كلش تعبت. بعد ايش قد يرطب البشره؟ تي ماما هاي روحي هذا بعد الجمال. شوفوا ايش قد كلوي وايش قد يرطب البشره. هات زين، بحيث اني والله العظيم قلت حتى فيه مو ما احبك بعد مو احبك اقودي زين بنات. فايش قد يرطب البشره، ايش قد يخلي البشره صافيه صافيه حتى بعد ازاله الليزر. تقدرين تستخدميه لانه الناس اللي عفيه عفيه بنيتي عفيه يما بوش قلبه اني. حتى البنات اللي عندهم اسم الله الرحمن حروق او فد شيء يستخدموه. ليش؟ هسه اقول لكم ليش، يمكن حيخلص الفيديو. اي حقول لكم ليش. لان ليش بنات؟ لأنه كل المواد البي طبيعية 100%، ما بي أي قطرة كيميكال. وأنا إذا ملاحظيني أغلب الشغلات اللي أحكيكم عنها هي موادها طبيعية 100%. تعلمت لما كنت حامل نايم ووتر ما أستخدم أي شيء بمواد كيميائية. نم ترتي كذابة. أنا نم نم نم. إيه. والما يأكل. أنا نم. زين الركبة لا تنسوها أبدا. سر لبان الذكر إنه هو موجود من شجرة يعني مصنوعة من الطبيعة. حتى أتذكر لما رحت العمان صوغوني صوغة لبان. طفت الكهرباء، الله ينور دربكم إن شاء الله دائما. ماكو كهرباء. هاي صارت من التراث العراقي، ما أقدر يعني أجمل الوضع وأقطع الفيديو لأنه تعودنا على قطعة الكهرباء خلص. صار سنين سبحان الله متأقلمين وعايشين. إيش قالت الوطنية وإيش قالت الخصخصة وإيش قالت الكهرباء؟ سنين صالهم كهرباء مثل العالم ما قدروا يوفرونه. أوف شو نقول؟ الله يسامحهم يا رب ويكرمنا بناس تقدر تقيم وتعرف قيمة هذا البلد وشعبه. يعني ما أتوقع بقى بلد بالعالم بهالوقت ما عنده كهرباء إلا كم بلد، سوريا يعني اللي المفروض يعني الكل يكون أسوة ببقية البلدان المتطورة اللي أبسط حقوقهم هي الكهرباء. ما أريد أطلع من الموضوع لأن صر غصطة. ماكو كهرباء إن شاء الله حبيبتي تجي الكهرباء. المهم نرجع لموضوعي، سالفتي وين كانت؟ قلت لكم رحت العمان صوغوني لبان ذكر وحلاوة عمانية هم مشتهرين بيها كلش هواي. أنا هذا البلد كلش أحبه. بوقت رحت من كان الفيروس تمام، حتى قالوا إذا تذكرون بخروا لبان الذكر استنشاقه هو كلش زين للرئة. فذكر كل شو هاي تبخر البيت من عنده. فهالبلد هذا يعرفون قيمة شنو لبان الذكر، لذلك هذا لازم يكون صديقك. موتي. أوكي. موتي. ماما خلنا نحكي. موتي. موتي يلا هاش. لازم يكون صديقك. تشوفون شلون وجهه مضوي؟ أمانة قطرة مكياج ما خاله لأن توني طالعة من الحمام. وبعد يما سمعت مكياج جينيني كاج زين، لانه قلت لكم استوني ما اخذ شاور. وبعد احنا صرنا اهل
ما يحتاجوا ياكم رتوش ولا سالفتي وين كانت؟ قلت لكم رحت العمان صوغوني لبان ذكر وحلاوة عمانية هما مشتهرين بيها كلش هواي. أنا هذا البلد كلش أحبه. بوقت رحت من كان الفيروس تمام، حتى قالوا إذا تذكرون بخروا لبان الذكر استنشاقه هو كلش زين للرئة، فذكر كل شوية تبخر البيت من عنده. فهالبلد هذا يعرفون قيمة شنو لبان الذكر، لذلك هذا لازم يكون صديقي. موتي. أوكي. موتي. ماما خلنا نحكي. موتي. موتي. يلا هاش. لازم يكون صديقك. تشوفون شلون وجهه مضوي؟ أمانة قطرة مكياج ما خاله، لأن توني طالعة من الحمام. كاج. وبعد يما سمعت مكياج جينيني كاج. زين، لأنه قلت لكم استوني ماخذ شاور، وبعد إحنا صرنا أهل. ما يحتاج وياكم رتوش ولا اي احس هبه المكياج الهوايه راحت هسه كله ميك اب نو ميك اب احلى احس احلى حتى يعني تصدقون اني همن هاي فادتني مساله الولاده من شنت حامل بهنت فايتين اللي عندي تعودت انه تكون بشرتي يعني تعتمد السكن مالي يعتمد على انه ما يكون اي مواد كيميائية بالكريمات والمستحضرات اللي استخدمها. حتى مكياجي كان قليل فمشيت على هذا اللاين وحبيته بصراحة لانه انطاني نتائج كلش حلوة. فلمحبي الترطيب اللي بشرتهم دائما احنا نقول بالعراقي تمشك ناشفة باهتة، هذا حل انصحكم به لبان الذكر. ولا تنسون الرقبة، وإذا كملتوا ليزر بعد الليزر هذا حيل صديق البشرة. الناس اللي عندهم حروق استجيروا بالله هذا حيل صديق. وبس يا عمري سلامتكم، بعد ما عندي سالفة حبيت بس أنا أوهلكم عنه وعن مدى أهميته وش قد فادني. ولما تركته مثل ما ذكرت بفترة العناية بالحاجب حسيت نشفان بوجهي مو عادي، لأن أنا متعلمة دائما بشرتي أرطبها، يعني حتى لما أخلي ميك اب لازم القاعدة تكون هذا بدل البرايمر. أوكي، فهذا رح ينطيك وجه مصقول حلو، مصقول صقل يعني قبل الميك اب تمام. قبل لا تنامين أيضا حاولي تستخدميه، لأن لما تقعدين الصبح تحسين البشرة كلش حلوة حلوة يعني. ها، وأصحاب البشرة الجافة والبشرة الدهنية والبشرة الحساسة الأكثر يفيدهم الجافة والمختلطة. الدهنية يعني اللي كلش بشرتهم دهنية يقولوا لي ما لي أي صراحة. بعض الكومنتات أقراها أحيانا يقولون اللي بشرتهم دهنية ما سوى شيء عندهم، يعني لأنه هم أوريدي بشرتهم مرطبة، بس اللي بشرتهم دهنية ومعرضين للحروق أو يسمون ليزر هذا حكم يستخدموه. أما البشرة الجافة والبشرة المختلطة فلعبتهم هذا الزيت، هذا كلش راح يفيدهم وراح يلقون عليه أو يحصلون عليه نتائج كلش حلوة. شوفوا هاي اللمعة تبقى بالوجه، وجعل كل أيامكم لامعة ومليانة ترتر ومليئة بالحب والجمال والأشياء الحلوة. قولوا آمين يا رب. هذا الحلو راح أحط لكم أماكن مبيعاته وتستمتعون إن شاء الله. أروح أكمل باقي يومي. اليوم استويت، اليوم جبت هيجي فخذ لحم كلش كبير وشويته، تجربة الأولى. إذا نجحت راح أصورها، إذا ما نجحت ما ضبط أصلاً كنكم ما سامحين الفيديو، بس إذا ضبطت الطبخة اللي ببالي وطلع الطعم اللي ببالي راح أقول لكم، أو بالأحرى راح أسويه فد يوم وياكم. وأنت أشوفكم كلش حابين فقرة الطبخ، والله جديات ما أدري يمكن أنا أكلي طيب، يقولون يعني ضايق أكلي يقولون إنه أكلك كلش طيب. فبعد شنو عندي يا محفوظات السلامة والبقى؟ إيش عندي اليوم؟ ما عندي أعتقد طلعة.